معنا عبر سكايب الآن الدكتور أحمد الفراسيني، يعني واحد من المحللين السياسيين الفلسطينيين والمتخصصين أيضا في الشأن الأوروبي ومنسق المجلس الأوروبي الفلسطيني. مساء الخير دكتور أحمد. تحياتي تحياتي، أهلا وسهلا. هو مش دكتور ولكن أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. يعني أستاذ أحمد الفراسيني، يعني المشهد النهاردة بيتم 270 يوم تحت القصف، كم يوم آخر تستطيع إسرائيل أن تستمر في هذا القصف؟ يعني سؤال أنا أتوقع أن المطلوب بالإجابة الغير يعني دقيقة، لأنه لا نستطيع العلم، ولكن يعني كل المؤشرات تقول بأن هناك مشاكل كثيرة، إن كانت على المستوى السياسي، إن كانت على المستوى الأمني، وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي أيضا في هذا الكيان. ولكن لا يوجد دولة تتحمل كل هذا الضغط إلا بدعم خارجي وقوة وإصرار وهدف، يعني يقبل المجتمع أن يضحي من أجله. ومن وجهة نظري على الأقل المتواضعة، كنت دائما أقول بأن الهدف بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي يعني عالي جدا، وهو يمكن أن يصل إلى قضية السيادة على المنطقة وقضية تجسيد هذه العربدة الصهيونية على المجتمع الدولي، على المنظومة الدولية، التحرر من العقاب، التفلت من العقاب، وبالتالي هي عربدة إسرائيلية على كل المنظومة الدولية. وبحال ثبت أو يعني أكملت هذه الدولة هذا الثبات، إذا شئنا تسميته، أمام هذه الإرادة الدولية المطالبة بوقف هذه الجرائم، فهذا يعني بالنسبة لهم طبعا انتصار. وبالتالي هي لعبة عض الأصابع، من يصمد أكثر ومن يصرخ أسرع. المقاومة الفلسطينية بدورها أيضا تقوم بالواجب، مع أن يعني أصبحنا نتحدث عن معجزة أن المقاومة تستطيع الثبات 270 يوم وهي ما زالت تقصف المدن الإسرائيلية والمستوطنات، وما زالت تهاجم الدبابات، وما زال بجعبتها الكثير من المفاجآت. يعني إذا كنا نعتبر الصمود الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية معجزة، وبالتالي يمكن أن نعتبر يعني ثبات دولة الاحتلال القائمة على الإحلال والظلم إلى ما ذلك هو أيضا معجزة. وبالتالي نرى، ننتظر ونأمل بأن تنتهي هذه الحرب قبل حدوث أي معجزات أخرى، لأن الشعب الفلسطيني أيضا يدفع الأثمان الغالية جدا، ولا يوجد حتى الآن من يوقف الاحتلال عن ارتكاب جرائمه. نعم. يعني المسألة لا تتعلق بانتظار متى ستسقط دولة الاحتلال، على قدر الانتظار لنهاية هذه الحرب والمعاناة للشعب الفلسطيني أيضا. نعم أستاذ أحمد، يعني طالما كنا معا منذ بداية طوفان الأقصى في الشهر الأول، وها نحن بدأنا في الساعات الأولى لهذا اليوم من الشهر العاشر اليوم بعد مضي 270 يوم من العدوان الإسرائيلي، طالما كنت أسألك سؤالا من الشهر الأول للثاني للثالث للخامس للسابع للثامن حتى هذا الشهر، سألتك هل كنت تتوقع أن تمتد هذه الحرب إلى كل هذه الشهور الطويلة؟ أعتقد دكتور أحمد الآن المسألة باتت فوق الخيال، يعني هذه المقاومة تفعل خيال بالفعل وتتصدى لستة جيوش عالمية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأخرهم إسرائيل، وأيضا هذا صمود أسطوري. برأيك كيف نوصف المشهد الآن في غزة ونحن في بداية الشهر العاشر؟ يعني نعم، أنا أذكر أني قلت لك يوما ما بأن المسألة لن تصل إلى أكثر من 3 شهور من ذلك التاريخ، وقلت لك أننا الآن أمام أسابيع في بعض الأحيان. صحيح. أننا أمام أسابيع من الصمود الفلسطيني، نحتاج فقط لصمود أسابيع. واليوم نتحدث عن الشهر العاشر. نعم، يعني هذا صمود أسطوري للمقاومة الفلسطينية.
لم نكن نتوقع بالمرة بأن المقاومة يمكن أن يكون بجعبتها كل هذا وكل هذه الكمائن وكل هذا الإدراك. المسألة لا تتعلق فقط بالإمكانيات العسكرية، وهنا أعني بالمادة، على قدر ما هو كيفية إدارة هذه المادة. وبالتالي هذا هو الأخطر عمليا لدولة الاحتلال، وما يطمئن ربما العقلاء من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني بأن المقاومة الفلسطينية تقوم بإدارة صحيحة للإمكانيات المادية التي لديها، وكيف تتصرف بهذه الإمكانيات بحيث تحاول يعني الحفاظ على توازن معين وإثبات لوجودها وصمودها، وتشكل رعبا لهذا الجندي الذي يأتي إلى قطاع غزة مرتجفا من الخوف من أي كمين أو قنبلة أو صاروخ أو حتى طائرة. وبالتالي هذه الإدارة العسكرية لهذا الصمود ولهذه المقاومة الفلسطينية وبحد ذاته نجاح، وهي فعلا مدرسة ستدرس في يوم من الأيام لكل مقاتل في على هذه الأرض، ولكل جندي كيف يمكن أن يتعامل مع مقاومة ومع حرب شوارع من بهذا الشكل. نعم. المقاومة الفلسطينية بحاجة كانت وما زالت إلى حاضنة، المقاومة بحاجة إلى حاضنة شعبية، ولو لم يكن الفلسطيني ملتفا ولو نسبيا حول هذه المقاومة للفظها. ونحن نلاحظ بأن الاحتلال يحاول القيام منذ قيام هذا الاحتلال وحتى يومنا هذا، وبالذات في الأشهر الأخيرة، يحاول بكل الأدوات الممكنة ضرب هذا الحبل السري ما بين المقاومة وما بين الحاضنة الشعبية كي تلفظ الحاضنة الشعبية مقاومتها، الأمر الذي لا يستطيع القيام به، إن كان من خلال التجويع، إن كان من خلال محاولة إيجاد البدائل والحديث عن اليوم التالي، من خلال التعامل مع بعض الفلسطينيين، إن كان حتى من خلال إدخال مثلا على السلطة الفلسطينية على الخط، من خلال رواية وشهادات الأسرى المفرج عنهم والتي من شأنها وهي كمحاولة يمكن أن تضغط نعم على أهالي الأسرى كي يضغطوا على المفاوض الفلسطيني والذهاب بشكل أسرع لصفقة تبادل. كل هذه الأدوات يستخدمها الاحتلال، الشيطنة للمقاومة الفلسطينية وتنميط الصورة الفلسطينية على أنها الإرهاب إلى ما ذلك، وهدم وكسر هذه الصورة النمطية التي حاول بناءها الاحتلال على مدى كل سنوات الاحتلال. لم ينجح بكل ذلك، وتنجح السردية الفلسطينية نعم. وتصر السردية الفلسطينية على الرواية الصهيونية حتى يومنا هذا. أستاذ أحمد الفرسيني، يعني سؤال وللأسف شديد الوقت شديد الضيق، هل لو سقط نتنياهو غدا، يعني سقطت حكومته غدا، هل ستنتهي الحرب أم لا؟ أنا كنت وما زلت أقول بأن المسألة لا تتعلق بنتنياهو، ولو تعلقت بنتنياهو لن أتفاعل معها بهذا الشكل، لأن نتنياهو مغطى من حكومتين، مغطى من الآن من مجلس حرب، ومغطى من مجتمع إسرائيلي يريد إبادة الشعب الفلسطيني. هي الدولة، هي دولة الإرهاب التي تقوم بهذه الجرائم. وإن ظل نتنياهو حتى يومنا هذا فهو يحمل على عاتقه مواجهة مع العالم، يمكن أن تكون أيضا لمصالح شخصية، ولكن نتنياهو اليوم لا يمثل بالنسبة لنا المجرم الوحيد في هذه الدولة. هي الدولة التي تقوم بالجرائم، وعلى الدولة أن توقف هذه الجرائم أو انتهاء هذه الدولة، ولكن بحرف واحد ليس إن ذهب نتنياهو. وهذا ما يحاول فعله بعض المطبعين وبعض من رؤساء العالم، دب كل المسألة بقضية نتنياهو وكان نتنياهو هو المجرم، بحيث إنه إذا ذهب نتنياهو غدا سنعود إلى إسرائيل نعم. البريئة اللطيفة الجميلة التي لا يوجد فيها نتنياهو. نتنياهو ليس هو المفتاح. سوف يذهب نتنياهو وسوف تذهب أيضا دولة الاحتلال، وتبقى المقاومة مرفوعة الرأس. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد فرسيني، منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات الفلسطينية، شكرا جزيلا لك.